ثم يأتي من بعده سيدنا عمر بن الخطاب في شبه بداية التعقيد لأمور الدولة، بدأت المؤسسات تبرز شيئا فشيئا وتتعمق أكثر. فوجدناه يولي امرأة على أمر السوق اسمها الشفاء، وتكون بمثابة المراقبة للحركة محتسبة. شوف وظيفة الحسبة التي نحن الآن أصبحت أمرا مؤسسيا، لكن المؤسسية للحسبة كانت ملحوظة من أول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فهم مسلك سيدنا رسول الله عندما أدخل يده في سمرة الطعام، كأن الأمر دولة والدولة تتحرك وتراقب السوق، ثم يتراقب من خلال موظفين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ثم تتوسع المسألة ونصل إلى وزارات كبيرة جدا في وقتنا الحاضر. فنصل إلى وزارة للصحة تراقب، نصل إلى وزارة العدل، نصل إلى شرطة، نصل إلى تموين، وزارة التموين تحرك تراقب الحركة، نصل إلى مؤسسات مراقبة لكافة أجهزة الدولة، يعني نصل الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، الرقابة المالية، مباحث الأموال العامة، إذن نحن أمام منظومة يتحرك من خلال يعني نموذج الشفاء الذي عينها رضي الله عن عمر بن الخطاب، هو ده اللي احنا شايفينه، هو ده النموذج. تعقدت الدولة، نظام مؤسسي أصبحنا وسائل دفع الفساد ومكافحة الفساد لا تتم من خلال وعظ، وإن كان الوعظ مهما، لكن تتم من خلال رقابة فيها صفة الإلزام، وفيها صفة القانون، وفيها صفة الموظف العام الذي مثلته الصحابية الجلية أو التي كانت في عهد سيدنا عمر الشفاء رضي الله عنه. طب خليني أبسط الأمر مع المشاهدين في بعض الأسئلة السريعة لسيادتك. هل هناك ما يسمى الفساد الصغير والفساد الكبير؟ في بلا شك الفساد قد يكون كبيرا جدا جدا بالأضرار التي تنتج عنه. يعني الفساد الصغير قد يكون ضخما بما لحق بنا من أضرار. نحن لا ننظر إلى الواقع في حد ذاتها بقدر، أولا ننظر إليها باعتبارها مخالفة لما عليه الشرع الشريف، مخالفة لما عليه القانون، لكن ننظر أيضا إلى الآثار المترتبة. فقد يكون تصرف واحد يحدث آثارا كبيرة جدا وهو مخالفة شرعية وقانونية، وفي جانب تصرف آخر قد يكون شبيها له لكنه من حيث الآثار قد يكون أخف وطأة. فهناك الفساد الكبير وهناك الفساد الصغير، هناك الفساد في هذا المجال وهناك الفساد في هذا المجال، هناك الفساد ممكن أن يعم تصرفات عديدة. يبقى الموظف أو المسؤول المعين أو الإنسان في جانب الفكر يعني قد يكون طوال الخط هو يعيش في خلل، وقد يكون حصلت منه مرة واحدة. فنحن أمام ذلك كله نحتاج إلى جملة من الإجراءات. الإجراء الأول وهو إجراء وقائي اللي هو في قضية البناء، اللي نظرة المقاصد الشرعية يعني. أننا نحتاج إلى وقاية، والوقاية خير من العلاج. الوقاية تتمثل في بناء الإنسان أولا، ولذلك أنا أثمن دور الدولة المصرية في أنها بعد أن بدأت وأرست البنية التحتية لكثير من الأمور، فإنها اتجهت بعد ذلك مباشرة إلى بناء الإنسان عشان تحقق معادلة الحجر والبشر. بناء البشر هو من أهم المقومات التي ينبغي أن نعول عليها، ولذلك أنا وجدت في مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعنى ببناء الإنسان، لأن الإنسان هو الذي سيحافظ على هذا البناء الموجود، البنية التحتية. فلا نجد أضرارا يوقعها هذا الإنسان بحسن نية أو بسوء نية بهذا الذي بنيناه، بل نجد ما يكمل، أو ما نجد إنسانا يبني على ما كان ولكنه لا يهدم ما كان. يا ولو أن يعني مثلا سيادتك مسؤول أو أنا مسؤول في مؤسسة معينة، وجئت اليوم لهذه المؤسسة، لا يكون تصرفي بجرد قلم أن أهدم كل ما كان
وإنما أنظر البناء على أنظر إلى السياسة الموضوعة وإلى الخطة الموضوعة، وبعدين بعد ذلك أناقش هذه الخطة الموضوعة هل فيها ما هو من وجهة نظري يحقق مصلحة هذه المؤسسة بالتنسيق أو بالتناسق مع المؤسسات أو السياسة العامة للدولة على وجه العموم. لأن أنا أعتبر بأن كل المؤسسات أيا كانت المؤسسة صغيرة أو كبيرة فهي ترس ضمن مجموعة تروس، هذه التروس لابد أن تصير في منظومة معينة، لا يسير الترس الفلاني بعيدا عن التروس الأخرى، وإنما كلهم في حالة عشق وتعشيق مع التروس الأخرى حتى ننتج سياسة محققة للأهداف.